أولا خلوني إن أنا أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز والله بقداسة البابا وبيكم كلكم، كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بقداسة البابا. وأنا عايز أقول لكم وانتوا يعني هيوصل لكم صدق، يعني انتوا ما تعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللي أنا بقدر بيه قداسة البابا. وده مش من فراغ، وأنا قلت المرة اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه، لكن في كل مرة أسمع حديث لقداسة البابا أو حتى الكتاب اللي يعني صدر عن قداسته أجد فيه حكمة وفيه بلاغة عظيمة جدا. مش هنسى أبدا القول اللي قاله ده في حديث يعني من الأحاديث الأخيرة ديت، لما قال الأديان تتوافق ومش لازم الأديان تتطابق، مش كده؟ فده صحيح. يعني أنا بقول الكلام ده عشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز، من غير ما أقول أبداً أبداً. ولازم النقطة دي إحنا كلنا كل الشعب المصري يجتهد إنها تبقى متأصلة في نفوسنا وحتى في الأجيال القادمة في أولادنا الصغيرة، إن إحنا نبقى كلنا ده فضل ربنا. لكن عايز أقول لكم إن إحنا محتاجين دايماً نأكد في كل مناسبة إن إحنا واحد،